بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. مرحبا بكم أبنائي، سنبدأ حصتنا لهذا اليوم بتصحيح التمرينين الأول والثاني من الصفحة 52. السؤال الأول، سنقرأ المعاني ونبحث عن الآية المناسبة لهذا المعنى. هذه الآية توجد في الجزء الأول من سورة المزمل. المعنى الأول، الأمر بالصلاة ليلا. الآية المناسبة، قم الليل إلا قليلا، الآية رقم واحد. المعنى الثاني، الأمر بالذكر، والآية هي، نعم أحسنتم أبنائي، واذكر اسم ربك، الموجودة في الآية رقم سبعة. الأمر ثم لدينا الأمر بالصبر، والآية المناسبة هي الآية رقم تسعة، واصبر على ما يقولون. لدينا العبارة الرابعة، وانقطع لعبادة الله، الآية هي، ممتاز بني وتبتل إليه تبتيلا، الآية رقم سبعة. المعنى الخامس، الأمر بترتيل القرآن، الموجودة في الآية، ممتاز، الآية الثالثة، ورتل القرآن ترتيلا. المعنى الأخير، الأمر بالتوكل على الله، الموجود في الآية، فاتخذه وكيلا، الآية رقم ثمانية. لدينا اختاروا المعنى الصحيح. قال الله تعالى في سورة المزمل، وذرني والمكذبين أولي النعمة. أخبر الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأنه سنختار الجواب الصحيح، لن يعاقب الكفار، سيعفو عن الكفار، سيحميك من الكفار. إذن الجواب الصحيح هو نعم، الجواب هو سيحميك من الكفار. لدينا أيضا، أجيب بصحيح أو خطأ، ونستعين بالآية الموجودة في السورة. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بهجر المشركين بالحسنى، صحيح أم خطأ؟ صحيح. بقتلهم، خطأ. بإكرامهم، خطأ. إذن أوظف ما استفدته في الأنشطة التي قمنا بها والدرس الذي شرحناه من قبل لأعبر شفاهيا عن المعاني التالية. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم ب، إذن لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل؟ أحسنتم، بالقيام بالصلاة ليلا، كذلك بالاستعانة بالذكر، وماذا أيضا؟ والصبر على المكذبين والاستمرار في تبليغ الرسالة. أحسنتم أبنائي. كذلك لدينا المعنى الثاني، أخبر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه، نعم بماذا أخبره؟ بأنه سيتكفل بحمايته وحماية الدين، وأنه سيكفيه أمر الكفار والمكذبين. بالنسبة للسؤال الثاني أبنائي، أقوم وأدعم تعلماتي. السؤال هو، أعبر شفويا عن معنى الآية التي تقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ماذا تعني هذه الآية أبنائي؟ نعم، تعني أننا يجب أن ننصح أهلنا وإخواننا وأحباءنا وأبناءنا بالصلاة، وأن نصطبر، أي أن نصبر وأن نصابر. إذن كخلاصة، المسلم مأمور
بأن يحث أبناءه أهل بيته وأقاربه على الصلاة، وأن يبالغ بالصبر والمثابرة في ذلك. وقد وظف الله سبحانه وتعالى مصطلح واصطبر عليها، لأن أمر الصلاة يحتاج إلى متابعة ومثابرة ومواصلة في دعوة الأهل للصلاة دون كلل أو ملل. لماذا تحتاج الصلاة إلى هذا المجهود أبنائي؟ نعم، لأنها مهمة في الإسلام، لأنها عماد الدين، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في أي عمل يشغلك عن الصلاة. إذن الصلاة تحتاج إلى هذه المثابرة، لأنها موقوتة بزمن ووقت محدد. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بقي لدينا سؤال: أذكر السلوك الذي يجب أن أتعامل به مع من يخالفني الرأي، كيف أتعامل مع من يختلف معي في الرأي أبنائي؟ نعم، بالاحترام، نعم، بالإنصات إليه، ممتاز. إذن رغم أنه يختلف معي في الرأي، أحترم رأيه ولا أسيء إليه، وأنصت إليه، وأتعامل معه بالحسنى كما علمنا الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبنائي، من خلال الآيات الكثيرة التي تتحدث وتحث على الصلاة في القرآن، وعددها كبير جدا، يتبين لنا أن الإسلام يولي منزلة كبيرة للصلاة، فهي أول عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وهي كما قلنا من قبل هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها إذا صلحت صلح سائر عملنا، وإذا فسدت فسد سائر عملنا. من خلال الآيات التي درسناها وتعلمناها في السنوات السابقة وفي هذه السنة، نلاحظ أن هناك آية تقول: واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي صلي واقترب من الله، في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أي قم للصلاة ليلا. يقول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن فالله سبحانه وتعالى يدعو ويؤكد على إقام الصلاة. فما هي الصلاة وما هي أهميتها؟ ما هي الصلاة أبنائي؟ نعم، جواب صحيح، هي عبادة وهي عماد الدين. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال خاصة، تفتتح أي تبدأ بالتكبير، وتختتم أي تنتهي بالتسليم. ولكن المعنى العميق من الصلاة هو أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه. في الصلاة يناجي العبد ربه ويتواصل معه ويحدثه ويشكو له ويدعوه قائما وراكعا وساجدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. والتواصل مع الله عن طريق الصلاة راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال بن رباح وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. بمعنى أن الصلاة هي راحة للقلب. والمحافظة على الصلاة أبنائي
من أهم وأحب الأعمال إلى الله تعالى. فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما عن أحب الأعمال إلى الله، فقال: الصلاة في وقتها. إذن أحب شيء يحبه الله هو أن يؤدي المسلم الصلاة في وقتها. والصلاة لها أهمية كبيرة في الإسلام، فهي العبادة الوحيدة التي لم تفرض في الأرض ولكن فرضت في السماء أثناء رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، كما أنها تتكرر يوميا 5 مرات، وأهميتها تتجلى كذلك في كونها لا تسقط عن المسلم لأي سبب كان إلا في حالات قليلة مثل الجنون والمرأة الحائض والنفساء. لحكمة عند الله سبحانه وتعالى لم تسقط الصلاة لا على المريض ولا على المسافر، فالمريض رخص الله له تعالى رخص للمريض بالصلاة حسب حاله، لأن جاء أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله وكان مريضا، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى سيصلي حتى وإن كان مريضا وعلى الحال الذي يريحه. في حين أن الحج مثلا وهو كذلك ركن من أركان الإسلام يسقط على المسلم إذا لم تكن لديه القدرة الجسدية أو المادية لأداء هذه الفريضة. كذلك الصوم يسقط على المريض مرضا مزمنا، ويعوض الصيام بإخراج الفدية مالا أو طعاما. كذلك ركن الزكاة هو يعني يسقط عن الفقير ولا تفرض إلا على من لديه يعني مال لكي يخرجه. هذا بالنسبة لأهمية الصلاة. بالنسبة لفوائد الصلاة، فوائد الصلاة أبنائي كثيرة لا تعد ولا تحصى، فهي سبب لتكفير الخطايا ومغفرة الذنوب. فحبيبنا عليه الصلاة والسلام يخبرنا بحديث جميل جدا يقول فيه: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. الإنسان أبنائي إذا اغتسل في اليوم 5 مرات، هل سيبقى على جسده ذرن أو أوساخ؟ نعم أبنائي، طبعا لا. فكذلك الصلاة تطهر صاحبها من الذنوب والخطايا كما ينقي الماء أبداننا من الأوساخ. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى على الصلاة وهو يموت في سكرات الموت، يقول ويردد ويعيد: الصلاة الصلاة، ويعني صلوا أي حافظوا على الصلوات. في الصلوات المفروضة أبنائي ندعو الله 17 مرة كل يوم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فكيف لا يحظى المسلم بهذه الاستقامة؟ والله يخبرنا بقوله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك لا يليق بنا أبنائي كمؤمنين ومسلمين أن نتهاون بأعظم فريضة وأعظم ركن في الدين وأن نتركها لأسباب يعني تافهة. ولكي نحافظ على هذا الركن الأساس في الدين يجب علينا أن نتعلم كيف نؤديها وأن نتعرف على فرائضها وأركانها وسننها
وكذلك مكروهاتها. وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله من خلال درس هذه الحصة الجديد في مكون الاستجابة أو العبادات.